أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الأحد 7 من يونيو لعام 2020، وحلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي. وشعار البرنامج: من يعلم يحذر، ولا تهويل ولا تهوين. وعنوان حلقة اليوم: ما شهدناه حدثا دويا سوف يصبح تاريخا منسيا، وذلك بعد أن جاوز عدد حالات وباء كوفيد-19 حاجز 7 ملايين مصاب، وعدد وفيات تخطى 400 ألف. وكعادتنا بنحب النظام، ففي هذه الحلقة بإذن الله سوف نتناول موضوعات 3: كيف شاهدناه حدثا دويا، ولماذا سوف يصبح تاريخا منسيا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية: فيتامين دي اللي هو المكمل الغذائي الوحيد الذي تنصح به معظم الهيئات العالمية العلمية المعتبرة، وعلاقته بوباء كوفيد-19. ثالثاً، أنا عارف ده الخبر اللي بتنتظره، خصوصاً لما قلنا في يونيو اللي هو أخبار الأمصال. نبتدي بالنقطة الأولى: لماذا هو يعني قلنا ليه عليه ما شاهدناه حدثاً دوياً؟ ليه هو أصبح حدثاً دوياً؟ لأن فعلاً بعد وباء كوفيد-19 تأكد كل الناس ان فعلا العالم قرية صغيرة. فتخيل 7.8 مليار من البشر كلهم مجتمعين على شيء واحد، بيفكروا في حاجة واحدة، متأثرين بحاجة واحدة اللي هي كوفيد-19، الوباء ده. 2، احنا بنتابع الاعلام على مدار الساعة 24/7، 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة، تفتح كل القنوات في أكثر من 200 دولة في العالم، الحديث الأساسي هو وباء كوفيد-19. ففعلا حاجة لم تحدث في التاريخ، ويمكن ده زودها يعني سطوة وقوة الإعلام المعاصر. نيجي الأهم بقى، واللي هو كل واحد فينا نفسه في ذلك: لماذا سوف يصبح تاريخا منسيا؟ ليه ما شاهدناه حديثا أو حدثا دويا سوف يصبح تاريخا منسيا؟ هذا يعدى للأسباب الآتية. نبتدي أول حاجة: تدني معدلات الوفاة. الحمد لله في هذا النوع من الوباء، لأن لما نقارنه بأوبئة أخرى زي وباء مثلا السارز اللي حصل في 2003، كان نسبة الوفيات 10% من المصابين، يعني الواحد لو أصاب 10% توفاه الله. طب وفي الإيبولا اللي حصل في 2013 في وسط أفريقيا، نسبة الوفاة 50%، يعني في كل 2 واحد بيتوفاه الله. هنا الحمد لله أول سبب ليه هذا الوباء هيصبح تاريخا منسيا، بغض النظر عن الصورة الإعلامية اللي واخدها، واحد إن نسب الوفاة والحمد لله متدنية جدا. وأنا عاوز أقول لكم حاجة، والنهاردة الحلقة بتاعتنا فيها قصص كثيرة، عاوزين نشوف النسبة الحقيقية لاحتمال الوفاة في حالة الإصابة. فعملوا بحث قيم في هولندا 10,000 شخص من المتبرعين بالدم المستشفيات، عادي الناس كلها في كل البلاد بتتبرع بالدم، يبقى عينة معتبرة جدا 10,000 شخص. طبعا اللي بيتبرع بالدم بيعملوا له اختبارات في الدم عشان يشوفوا صلاحية الدم ده، عشان ما اديش دم انا في عدوى يصيب الشخص، فبيعملوا فحص للدم. ضمن الفحوصات اللي عملوها زودوا عليها فحص الاجسام المضادة، السيرم انتي بوديز الخاصة بالكوفيد-19، عشان يعرفوا الرقم الحقيقي للمصابين. فوجدوا ان هم 3% من الناس اللي تقدموا للتبرع بالدم كانوا مصابين بكوفيد-19. طب دي عينة معتبرة لأن 10,000 حالة. طبقناها على عدد سكان هولندا،
عدد سكان في هولندا 17,280,000. يبقى لو خدنا 3% منهم يعني مصابون بوباء كوفيد 19 هيطلع الرقم 519,000، يعني أكتر شيء من 500,000. طب عدد حالات الوفاة وقسوها بدقة في هولندا 3,459 حالة وفاة. يبقى المصابين 519,000 اللي توفاهم الله 3,429. لما تحسب يبقى تلاقي نسبة الوفاة أقل من 1% من المصابين، وعلى وجه التحديد 0.6 6 من 10. ده حاجة جميلة جدا، إن برغم الوباء وبرغم الرعب اللي احنا فيه من كوفيد 19 فإن حالات الوفاة لم تتخطى حاجز 1%، بل هي كانت 0.666 إذا عاوز تعرف على وجه التحديد. وقلنا ويصعب علينا واحنا بنقول الكلام ده إن حتى 70% أو أكثر من 70% مصابين كانوا من الناس اللي هم طاعني السن وعندهم أمراض تانية بتؤدي إلى تدهور حالاتهم الصحية، كوموربيديتي بنسميها. طب أنا عملت إحصائية أخرى، حسبت معدل الوفاة نسبة لتعداد السكان مش بالنسبة للمصابين، وهذه الإحصائية عملتها في 30 مايو وأقولها لكم في عجالة فيما يخص أكثر 10 دول في العالم من حيث معدلات الإصابة. وكان الحاجة اللي هي أخذت الانتباه إن أول دولة فيها حالات وفيات نسبة لتعداد السكان كانت هي بلجيوم، اللي هي بلجيكا، دي نمرة واحد. ففي كل مليون لقينا معدل وفاة 815 لكل مليون مواطن في بلجيكا توفاهم الله من كوفيد 19. الدولة رقم 2 هقولها في عجالة أسبانيا 580، 3 إنجلترا 565، 4 إيطاليا 551، 5 فرنسا 440، 6 أمريكا 319، 7 أنا فاكرها كويس قوي لأنها كندا. وبص بقى الرقم هينزل بقى في كندا جدا، من 319 في أمريكا إلى 187 في كندا لكل 100 مليون، 187 من كل 100 مليون آسف من كل مليون توفاهم الله من كوفيد 19. في البرازيل 135 من كل مليون، في بيرو 132. ألمانيا كانت أقل دولة في العشر دول اللي تصدرت عدد الوفاة نسبة لتعداد السكان وكانت 102. معنى هذا الكلام إيه؟ إن عدد الوفيات نسبة لتعداد السكان بيقل عن 1 في الألف. يعني لو استثنينا بلجيكا اللي هي 815 هنلاقي معظم الدول التانية حتى مش 1 في الألف، نص في الألف. فبنقول برغم ان وباء كوفيد 19 كان الاكثر رعبا في العالم، انما في نفس الوقت في لما تبص لمعدلات الوفاه بالنسبه للاصابه هعيدها تاني اقل من 0.5%، وبالنسبه لتعداد السكان تقريبا نص او اقل لو استثنينا بلجيوم في الالف. فالموضوع يعني لا يبعث عن الرعب القائم بالنسبه لهذا الوباء. طبعا ده لا يمنع ان احنا نحذر. تاني حاجة، ودي نقطة مهمة جدا وكلنا بنتساءل فيها، هل لو أنا جالي كوفيد 19 ممكن يجي لي العدوى مرة تانية؟ يعني ممكن أن الإنسان يصاب مرتين؟ الإجابة الإنسان لا يصاب مرتين، ودي حسنة تانية من حسنات هذا الوباء أنه الواحد ما بيجيلوش العدوى مرتين. طب إحنا قلنا أن الحلقة هتبقى فيها مجموعة من القصص والأدلة العلمية الموثقة، فهنا يوجد تجربتان. التجربة الأولى كانت على القرود، يعني على الحيوان، والتجربة الثانية على الإنسان. نبتدي بتجربة القرود. جابوا 9 قرود وبعدين حطوا الفيروس في الأنف وحطوا الفيروس في الرئة، يعني في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي وفي الجزء السفلي من الجهاز التنفسي في 9. فانتشر الفيروس في الجزء العلوي في الجزء السفلي وأصاب 9 قردة دول بالالتهاب الرئوي. بعد حوالي 28 يوم كلهم تشافوا، تعافوا من الالتهاب الرئوي.
استنينا اسبوع وادينا لهم الفيروس، حطينا لهم الفيروس مرة اخرى. سيربرايزنج، ولا قرد من التسعة جاله اصابة مرة اخرى. فتأكدنا ان الاصابة بكوفيد 19 اذا حصل في مرة بتدي مناعة كافية انها تمنع الاصابة مرة تانية. نيجي للتجربة الاهم بقى واللي هي على الانسان، وعملوها في كوريا الجنوبية في الكوريان سنتر اوف ديزيز كنترول، وده واحد من 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 احسن السنترز بتاعه الديزيز كنترول في العالم، يعني النتائج بتاعته يعني معتبره وموثقه جدا علميا. احنا كلنا عارفين حتى كوريا دي بالنسبه للسيارات دلوقتي، انت عارف قيمه سيارات الهينداي والكيا وانها سيارات معتبره، والسامسونج اللي هو التليفونات والتلفزيونات والثلاجات والغسالات حاجه دوله معتبره، فحتى المعهد بتاعها معتبر. عملوا بقى تجربه جميله خالص. احنا عارفين كوريا الجنوبيه من اكتر الدول اللي عملت مسح شامل لمعظم افراد الشعب، انما هم ركزوا في 10,000 من المصابين وعملوا لهم المسحه اللي هو البي سي ار. المسحه دي قلنا بتتاخد من الانف من جوه خالص، ودوموا عليها لفتره طويله. يعني ال 10,000 اللي كانوا ايجابيين بالنسبه للفيروس بمسحه البي سي ار من الانف تابعوهم لفتره طويله، فلقوا حاجه غريبه جدا، ان من ال 10,000 دول في 90 ظل المسحه ايجابيه ولمده 10 اسابيع او اكثر. فكان هنا في احتمالين، ان واحد بعد اكثر من شهرين لسه في المسحه فيها فيروسات يعني تؤكد ان هناك اصابه، ففي احتمالين ان الشخص ده اصيب مره ثانيه ودي تبقى كارثه، ان الواحد يجي له الاصابه مره وتعاد ثانيه، او ان الاصابه ودي كارثه اخرى اصبحت مزمنه. يعني يا اما الانسان قابل للعدوى مرتين او الاصابه مزمنه. هنرد على واحده واحده. لا، هي لم يحدث اصابه مره ثانيه. الاجابه ليه؟ لان اختبار البي سي ار بتاع المسحه الانفيه بتاعت ان في فيروس ده اختبار حساس جدا جدا جدا، فانه يمكنه التقاط وجود فيروس نشط او فيروس بقايا فيروس غير نشط، يعني اي بقايا الفيروس بيلقطها. فاللي حصل، احنا عارفين ان خلايا الجسم كلها بتاعتنا بيتم تغييرها، ما عدا حتى يعني كحقيقه علميه يوجد خليتان بس في الجسم ما يتغيروش، اللي هم الخلايا العصبية والخلايا العضلية بس. بقية الخلايا، خلايا الجلد، خلايا الشعر، كل ده بنغيره. فخلايا الجهاز التنفسي بيتم تغييرها بالكامل، وفي 3 شهور بنكون غيرنا نصها، تسموها الهاف لايف، 3 شهور. فطبعا لما بنغير خلايا الجهاز التنفسي دي، الخلايا دي اللي بنغيرها بتتحطم وبيطلع منها بقايا الفيروس اللي هم تسببوا في ان 90% من 10,000 بالبي سي ار هي بتلتقط بقايا الفيروس بتاعت الخلايا اللي بتتجدد. فقعدوا بالنسبه لهذا الاختبار عندهم الاختبار موجب، بما يعني وجود فيروس. حقيقه الامر هو ما كانش فيه فيروس، هو كان في ال 90% دول في بقايا الفيروس، وافتح ودنك معايا كويس، الغير نشط، يعني الفيروس مش نشط ولمدة 10 أسابيع ولربما أكثر من ذلك. فليست هذه إصابة ثانية، إنما دي بقايا فيروس غير نشط. وعليه هذا الشخص، خد بالك، حاجتين: غير مصاب، ما عندوش العدوى، والأهم ولا يعدي، برغم إن المسحة إيجابية. طب واحد يقول لي برضو قلناها واعدة تاني، هو الشخص لا قدر الله اللي بيجيله إصابة بيبقى معدي قد ايه؟ قلتها بطريقه لا تنسى. لمده 2 قبل ظهور الاعراض، يعني قبل ظهور الاعراض 2، ولمده 2 بعد ظهور الاعراض، حتى قلت تذكرها سهل. 2 قبل و2 بعد، 2 و2، 2 قبل و2 بعد اول ظهور الاعراض. طب هنا برضو واحد ممكن يسالني سؤال، طب مين اكتر فتره بيبقى الانسان معدي فيها اللي عنده، اللي هو مصاب بالكوفيد 19 فيروس، اللي هو اول 2 بعد ظهور الاعراض، يعني كلها 2 2 2، 2 قبل ظهور الاعراض، اكتر 2 اللي بعد
بداية ظهور الأعراض ويقعد معدي لمدة أسبوعين. فالناس دي اللي بعد 10 أسابيع طبعا برغم أن المسحة كانت إيجابية البي سي آر لكن مش معديين، ده كان بقايا فيروس غير نشط. طب ما ممكن يبقى هو موجب لأن الإصابة مزمنة، حتى دي غير قائمة. ليه؟ الفيروسات اللي بتعمل إصابة مزمنة بتتميز بأنها بتدخل جوه نواة النيوكليس بتاعت الخلية، كما في حالة الـ HIV فيروس اللي هو بيعمل إيدز، أو الـ Hepatitis فيروس الـ B و C دخلوا جوه النيوكليس وتقعد الخلية سليمة بقى، والنيوكليس عمالة تعيد في إنتاج الفيروس، فالإصابة تبقى مزمنة. طبعا في حالة الإيدز قدرنا مش نشفي المريض، نقلل معدلات إنتاج الفيروس، فالمريض ممكن يعيش بصحة جيدة بالإيدز ولعقود، مش حتى لسنوات طويلة، برغم أنه هو ما شفناهوش من إصابة لأن الفيروس جوه نواة الخلية. ونفس الشيء في حالة فيروس الكبدي بي والفيروس الكبدي سي، بس النهاردة السي لأنه له علاج الحمد لله. تاني ميزة رائعة إن في حالة الكوفيد 19 فيروس إن هو لا يتواجد في الخلية، فقط بره الخلية في السيتوبلازم، وعليه بيقتل الخلية وبعدين يطلع منها يصيب خلايا أخرى، وقد ينتهي هذا وزي ما عدنا وهعيد تاني في أكثر من 99% الآخر الواحد يتعافى تماما ويشفى أكثر من 99% من الفيروس، وتبقى قصة منسية ما لهمش علاقة بها، ما فيش إصابة مزمنة، وطبعا أقل من 1% هيتوفاهم الله. يبقى القصة منتهية بنهاية الفيروس، إما حياة وهو الأغلب في أكثر من 99% وإما موتا في أقل من 1%. يبقى قلنا معدلات الوفاء قليلة، ما فيش حاجة اسمها تصاب تاني، وبعدين ما فيش إصابة مزمنة. طيب هو ليه ما فيش إصابة مرة تانية؟ لأن في أجسام مضادة، في مناعة، ومن حسن الحظ إن هذا الفيروس يتحور ببطء شديد مش بيتحور بسرعة، فالمناعة اللي بيكونها الشخص اللي أصاب بتقعد سوليد، يعني مناعة قوية تمنع إصابة بمرة أخرى. وأقول لك حاجة تانية، وحتى بعد فترة لما تركيز الأجسام المضادة في الدم بيقل، ما تخافش لو هجمك الفيروس مرة أخرى، في نوع من الخلايا كرات الدم البيضاء الليمفاوية، يبقى نوع من خلايا كرات الدم البيضاء الليمفاوية اسمها خلايا الذاكرة، تصور قاعدة كده مسجلة كل حاجة عن الكوفيد 19 فيروس، فحتى لو مستوى تركيز الأجسام المضادة قل، لو الفيروس هجمك تاني الخلايا دي بتنشط جهاز المناعة، بحيث ان انتاج الأجسام المضادة، اسمعني كويس، يبقى أسرع وأوفر، يعني في وقت أقل وبكميات كبيرة، فلا تصاب بالعدوى مرة أخرى. ومعظم العلماء اتفقوا ان المناعة الصلدة دي القوية هتدوم على الأقل لمدة سنة، الناس اللي جالها الإصابة تمشي كويس كده، مش خايفة إن صعب يجيلها الإصابة أو مستحيل يجيلها الإصابة مرة أخرى في غضون على الأقل سنة وربما أكثر من ذلك. طيب يبقى دلوقتي نقول ليه ما شاهدناه حدثا دويا سوف يصبح تاريخا منسيا؟ لست أسباب نقولهم بقى مع بعض. يبقى واحد، لأن معدلات الوفاة قليلة جدا مقارنة بأي وباء آخر، بتاع السارز أو بتاع الإيبولا فيروس أو طبعا بالطاعون، المعدلات قليلة جدا، أقل من 1% من المصابين بيتوفاهم الله، وفي النسبة التعداد العام أقل من 0.5% إذا استثنينا بلجيكا في الألف بيحصل لهم وفاة. تاني حاجة إنك أنت لن تصاب تاني، حاجات كلها جميلة جدا لأن في مناعة صالدة. تالت حاجة إنك مش هيحصل لك عدوى مزمنة. رابع حاجة ودي جميلة خالص، إن سهولة الإصابة بينما هي حاجة سخيفة، إن الإصابة سهلة جدا مقارنة بالإنفلونزا، إنما هتؤدي إلى إن عدد كبير في المجتمع هيصابوا، وبالتالي يبقى عندهم مناعة، وبالتالي يحدث عندهم قلناها مناعة القطيع. حتى ناس بتتساءل هو إمتى الواحد يجيله مناعة القطيع؟ لو بلغ عدد المصابين في المجتمع 60-70%،
طب واحد يقول لي طب ما نسيب كده الناس يجي لها عدوى و60 ل70% يجي لهم، معلش هنفقد اقل من 1% ونخلص من القصه دي. لا، ما نقدرش نعمل كده، لسبب، لان لو تزايد معدل الاصابات، المنحنى بتاع معدل الاصابات تزايد ما تسطحش، هيمثل هذا ضغط على الانظمه الصحيه، المستشفيات هيبقى عندنا حالات من الاصابات وتحتاج الى معاونه وما عندناش ليها اسره في المستشفيات. عشان كده احنا عاوزين حتى اذا ما كانش في هناك مصر نصل الى مناعه القطيع ده في اطول فتره ممكنه، والكيرف في حاله تسطيح او حتى انخفاض. ده الحاجه اللي هي سهوله الاصابه. طيب نمره، قلنا دي نمره 4 ان سهوله الاصابه هتؤدي الى مناعه القطيع. نمره 5 ان اتصور في ناس كتيره جدا خدت العدوى وخدت المناعه وما ظهرش عليها اي اعراض. طب برضو احكي لكم قصه تانية، يعني دول عددهم قد ايه الناس اللي هتاخد الكلام ده، ما قدرناش يعني نقولها بصوره مطلقه، لكن في قصه مشهوره ان في كروز شيب، مركب كده سياحيه اسمها دايموند برنسس، دي مركب انجليزيه على فكره بتشتغل في اسيا جنب اليابان هناك، حصل اوت بريك، حصل انتشار يعني تفشي الوباء بين بين الركاب والكرو ممبرز اللي هم طاقم البحاره، وكان عددهم 3711. فعزلوا المركب دي تماما، ما فيش ولا دوله رد تستقبلها، وطلعوا اطقم طبيه تشوف الموضوع ده، فلقوا 712 منهم ايجابيون للفيروس من ال 3711، 712 يعني بوزيتيف، لقوا منهم 18% بوزيتيف يعني ايجابيون عندهم الفيروس وما عندهمش اي اعراض. فعشان كده قلنا دي دراسه نسبيه معتبره، انه في 18% من المجتمع جاله الاصابه، جاله المناعه، وفي نفس الوقت ما عندوش اي اعراض. ده مش كده وبس، ده في عدد كبير من العلماء بيتوقع ان الحالات اللي هي بدون اعراض دي مش 18% بس، دول 40%. ليه؟ لانه المركب دي ما كانش عليها عدد كبير من الاطفال، بينما معظم او عدد كبير من الحالات اللي هي بتبقى بدون اعراض بتتضمن الاطفال. ما عندناش رقم محدد، وانا بحب الدقه العلميه، لكن نقدر نقول انه maybe لو خدنا المجتمع في عمومه 40% هيجي لهم الاصابه وياخدوا مناعه وما جالهمش اي اعراض. طيب نمره 6، بيعتقد عدد كبير من العلماء انه، وده صحيح، ان كل الفيروسات بتتحور، دي عارفينها، انه هذا الفيروس سوف يتحور كمعظم التحورات اللي بتحدث للأضعف، قلما جدا، نادرا جدا جدا يتحول فيروس إلى الأقوى. فلهذه الستة الأسباب مجتمعة، إن نسب الوفاة متدنية جدا، مفيش عدوى تانية لأن في مناعة، مفيش إصابة مزمنة، في يعني يعني مناعة القطيع، في حالات ما عندهاش أعراض، في التحور هيحدث للأضعف. الست حاجات دي تخلينا نقول إن ما شاهدناه حدثا دويا سوف يصبح قريبا بإذن الله تاريخا منسيا، ده خاصة لو توصلنا للأمصال بسرعة. طيب إنما أنا عاوز أقول حاجة، ليه العالم قرر أنه يفتح؟ يعني معظم دول العالم دلوقتي قررت أنها تفتح. تفتح مع إيه؟ زي ما قلت، مع أخذ الاحتياطات الممكنة واللازمة. ليه لازم نفتح؟ ليه ما نستناش؟ لأن قلنا الغلق ده يؤدي إلى ثلاث أنواع من الأضرار، أضرار صحية، أضرار اقتصادية، أضرار نفسية. أضرار صحية، تخيل إن دلوقتي بسبب وباء كوفيد 19 ناس كتير عندها أمراض تانية خالص، خايفة تروح المستشفيات، خايفة تروح العيادات، العيادات منغلقة، المستشفى منغلقة، الناس هتموت من أسباب أخرى. وفي أسباب أكثر أهمية للوفاة، اللي هي زي قلنا أهم سبب الوفاة في العالم اللي هو امراض القلب والشرايين، ثاني سبب السرطانات. ده احنا قلنا احنا كل اللي توفيوا في الثلاث اربع شهور اللي فاتوا دول من وفاه من كوفيد 19 400,000،
بينما في اليوم الواحد بيتوفى في العالم 150,000 في اليوم، في اليوم، في اليوم الواحد. احنا لما نقعد كلنا خايفين من الكوفيد 19 والناس خايفه تروح مستشفيات وعيادات، هيتوفى عدد اكبر من مشاكل صحيه اخرى. فعشان كده لازم نفتح عشان نتفادى الاضرار الصحيه دي. الاضرار الاقتصاديه، ناس قاعده فقدت الوظيفه، اشغال وشركات قفلت وبعضها فلس. طب ما ده هيؤدي الى انهيارات في مستوى المعيشه وفي الاحوال المعيشيه، وبالتالي في البلدان الفقيره خاصه يحصل حالات وفاه اخرى بسبب تدني الاحوال المعيشيه اللي ربما تفوق مره اخرى الوفاه بسبب كوفيد 19. اضرار نفسيه، وهنا بقول حادثه حصلت اللي هي يعني وقعت مجموعه من المظاهرات التخريبيه طاولت معظم المدن في القارات يمكن الخمس بسبب يعني اللي جت بعد القتل، وهنا بقولها وبقولها بصراحة، القتل العنصري والبربري، لازم نؤكد على دول قبل ما نتكلم، لجورج فايد. طبعا ده قتل غير مبرر، قتل عنصري وقتل بربري، إنما ردة الفعل تخطت المتصور. إن تصور في أمريكا بس تم عمل مظاهرات وتخريب في 140 مدينة، بينما أقول لكم في تاريخ في مارتن لوثر كينج، وده توفي في 4 أبريل سنة 1968 تم اغتياله، وده زعيم رائع قامت مظاهرات أقل من اللي قامت لجورج فويد، مع أنه ده كان زعيم رهيب جدا ما بنقللش من قدر أحد، قامت في 120 مدينة فقط. دي في 140 مدينة وفيها كمية تخريب رهيب، وفي مدن كثيرة جدا في العالم، في كندا عندنا هنا، في انجلترا، في فرنسا، في استراليا، في ألمانيا، في كل، مش هعدد. عارف ده ليه؟ ليه ردة الفعل جات مزادة؟ بسبب الضغط النفسي اللي موجود في الناس، ان الناس منضغطة نفسيا، العزل الاجتماعي ده، فالناس عاوزة حاجة تنفس فيها. فعشان كده قامت يعني ردة الفعل بقول المبالغ فيها ولكن المبررة. ليه مبررة؟ لأنه كان قتل بربري وعنصري لجورج فويد بسبب الأضرار النفسية للناس، الوضع اللي هم فيها. طيب نيجي ننتقل للنقطة الثانية من نقاط الثلاث في هذه الحلقة، وهي فيتامين دي. فيتامين دي قلت الهيئات العلمية المعتبرة بتقول هو المكمل الغذائي الأساسي اللي يجب ناخده، مش حاجة تانية. يعني بسمع الناس كتير بتاخد معادن وفيتامينات بتضاعف فلوسها. نحن نحتاج إلى مكمل غذائي واحد جنب الأكل اللي هو فيتامين دي بس. وأتكلم على فيتامين دي كعادتنا بنظام في خمس نقاط. وظائفه، طبعا كلنا نعرف أنه مهم للكالسيوم، مهم للعظم، كل الناس عارفة دي، لكن كمان مهم للعضلات وللأعصاب. طب تعال نشوف دوره مع المناعة، مهم جدا جدا للمناعة. طب ايه دوره مع كوفيد 19؟ ان هو بيقلل جدا من العدوى التنفسية اللي هي الاساس في سبب الوفاة من كوفيد 19. ليه؟ لان قلنا في مواد بتسبب الالتهابات اسمها سايتوكينز، اللي بيساعد السايتوكينز حاجة اسمها برو انفلاماتوري، يعني برو يعني مع، حاجة تساعد، واللي بيقللها حاجة اسمها أنتي، أنتي يعني ضد، أنتي إنفلاماتوري. عارف بقى فيتامين دي بيعمل إيه؟ إزاي بيقلل العدوى التنفسية والالتهابات التنفسية؟ بأنه بيقلل البرو المساعدات بتاعت الالتهاب وبيزود مضادات الالتهاب، يعني يقلل الحاجات اللي تساعد الالتهاب ويزود الحاجات اللي تضاد الالتهاب، فالالتهاب يبقى قليل. ده دوره في حالة الكوفيد 19. نقطة تانية، مصادره، منين بناخد فيتامين دي؟ ده 90% من أشعة الشمس، على وجه التحديد الأشعة غير المرئية اللي هي الأشعة الفوق بنفسجية غير مرئية، ما بين الساعة 10 والساعة 4 ظهرا. بس دي فيها عيب، 90% من فيتامين دي بناخده بالطريقة دي، إن التعرض لأشعة الشمس بيعمل سكين بيرن، بيحرق الجلد، وده السبب الرئيسي، ويفتح ودنك، لأكثر السرطانات شيوعا وليس خطرا في العالم، وهي سرطانات الجلد.
فده المصدر الرئيسي لفيتامين دي. لكن عشان ناخد الكميه الكافيه ممكن جلدي يتحرق، وده بيسبب اكتر نوع منتشر في العالم هو سرطانات الجلد. حتى ايه تصور، عشان دي نصيحه كويسه وعملت عليها حلقه، انه لو الطفل حصل له صن بيرن اتحرق جلده بسبب الشمس مرات ومرات ومرات، وهو طفل سايبين اطفالنا على الشواطئ في البحر بيتحرق جلدهم، بعد كده بيبقوا اكثر عرضه لان يجيلهم لما يكبروا سرطان الجلد. طب دي يبقى طريقه مش لطيفه حكايه الشمس دي قوي، وان كان مهمه جدا بس بحدود. الطريقه الثانيه 10% من فيتامين دي بناخده من الاكل، بس لسوء الحظ معظم الاكلات ما فيهاش فيتامين دي، ومش كده وبس، وفيتامين دي اللي في بعض انواع الاكلات بيبوظ بالطهي او بالقلي او بالغلي، يعني بيبوظ بالحراره. طيب واحد يقول لي طب ادينا اكلات كده فيها فيتامين دي، اقول لك الاسماك الدهنيه غنيه جدا زي السامون مثلا، وكمان السردين والتونه، وبعدين الكبده وصفار البيض والمشروم، كل ده فيه. وبعدين عندنا كمان بيزودوا دلوقتي ان احنا لما نروح نشتري لبن او عصائر بيبقوا فورتيفايد يعني مخصبه، الناس بتحب العصائر بتحب الالبان، فبيحطوا هم ما فيهاش فيتامين دي بيزودوا عليها فيتامين دي. طب النقطه الثالثه، ايه علاقه فيتامين د بكوفيد 19؟ انا هاذكر هنا اربع علاقات، وبرضو النهارده الحلقه كلها قصص. في السويد نسبه الصوماليين اقل من 1%، 84% يعني اقل من 1%. لقوا ان حالات الاصابه يعني لما جه كوفيد في السويد، بينما هم اقل من 1%، نسبه الكوفيد في الصوماليين كانت 5%، يعني 6 مرات تعدادهم في مجتمع السويد. وطبعا مفهوم ليه ده، مش كده وبس، وفي اول 15 حاله وفاه 6 منهم كانوا من الصوماليين، لان الفرق انه الناس في السويد يعني بيض فبياخدوا اشعه الشمس بسهوله بيتكون فيتامين دي، بينما السمر اللي هم الافارقه الصوماليون الافارقه بياخدوا كميه اقل وبالتالي ما يتكونش عندهم فيتامين دي. ادي اول علاقه. تاني علاقه، ان الدول الاكثر انتشارا لوباء كوفيد 19 اللي فيها الناس بتعاني من نقص فيتامين دي، زي الولايات المتحده. واحد يقول لي هو الناس في الولايات المتحده بتعاني من نقص فيتامين دي؟ صدق ولا تصدق، ثلث الناس في الولايات المتحده بالظبط 32% لما بنقيس بنلاقي عندهم نقص في فيتامين دي، وطبعا في الافارقه الامريكيين الضعف، يعني اكتر بتوصل 70% عندهم نقص في فيتامين دي. ونفس الكلام في اليونايتد كينجدم، في انجلترا، في ايطاليا، في اسبانيا، في ايران، الدول اللي انتشر فيها المرض في البلاد اللي عندها نقص في فيتامين دي. ادي علاقه اخرى. طيب وفي الدول دي مين اكثر الناس تعرضا؟ اللي هم اكثرهم نقصا في فيتامين دي، نمره 3، اللي هم الافارقه زي ما قلنا، والكبار السن. ما كبار السن دول قاعدين في البيوت ومتغطيين فما بيتعرضوش للشمس، فبينقص عندهم فيتامين دي، وفي الشتاء اكتر. وده حتى بيبين لك ليه العدوى التنفسيه في العموم في الشتاء اكتر، لان بيبقى فيه نقص في فيتامين دي بسبب نقص التعرض لفيتامين للشمس، وبالتالي تكون فيتامين دي. ونمره 4، بقول حاجه جميله قوي حصلت في مصرنا العزيزه، وبقول الظاهر في ناس بتتابعني، انه وزاره الصحه اخذت يعني على عاتقها توزيع 1,000,000 جرعه من الفيتامين الصحيح، من فيتامين دي، على الهيئات الطبيه، الاطباء والممرضات والممرضين، عشان ده تزود مناعهم وبالتالي تقيهم نسبيا من الاصابه بكوفيد 19. النقطه الرابعه، طيب هل نقص فيتامين دي غير انه بيقلل المناعه ويزود العدوى التنفسيه اللي هي موضوعنا اللي هو كوفيد 19 بيؤدي لحاجات مضار اخرى؟ نقولها ولانها مش صميم موضوعنا. بيؤدي الى زياده 50% في سرطانات خاصة بتاعة القولون والمستقيم، بيؤدي إلى بنسبة 20% زيادة أمراض القلب وارتفاع الضغط، بيؤدي إلى زيادة في معدلات السكر وسكر الحمل وتسمم الحمل، بيؤدي إلى اضطرابات في الغدة الدرقية، بيؤدي إلى تدهور في العقل والزهايمر، نسبة الزهايمر والتدهور العقلي بتزيد الزهايمر.
يبقى فيتامين دي ده مهم جدا. طب نيجي بعد كده النقطه الرابعه اللي قلنا هنتكلم عليه في 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 نقاط كثيره، مستوى في الدم. المفروض يبقى المستوى في الدم كام؟ في الولايات المتحده بيقيسوه بالنانو جرام لكل ملي لتر، يعني لكل سنتيمتر مكعب، بينما بقيه الدول بيقيسوه بالنانو مول لكل لتر. طيب لو احنا في الولايات المتحده مفروض النسبه تبقى من 20 ل 40 نانو جرام. طب لو احنا في بلد تانية مفروض النسبه تبقى كام؟ تبقى من 50 ل 100 نانو مول لكل لتر، لان النانو مول لكل لتر مرتين ونص نانو جرام. لو لاحظت العلاقه بالاعداد واقول لك بطريقه سهله، العدد وضعفه. يعني انسى امريكا ليه 20 ل 40، عندنا احنا في مصرنا العزيزه في البلاد العربيه مفروض يبقى كام؟ من 50 ل 100، حتى رقم سهل، من 50 ل 100 نانو مول لكل لتر. ده المستوى اللي لازم يبقى عنده عشان يبقى عندنا من المناعه حاجه كويسه. طب واحد يقول لي طب الجرعه بقى، كلمنا عن الجرعه، ناخد قد ايه فيتامين دي طالما ان احنا حكايه الشمس دي هتجيب لنا سرطانات في الجلد ومش موجود في الاكل؟ وعشان كده قلت ده المكمل الغذائي الوحيد اللي بينصح بانه الناس وورد وايد لازم تاخده، وخاصه في هذه الايام. انا هقول رقم سهل جدا ومقفول كده، 1000 وحده انترناشونال يونت. الناس ما بين سن 10 و70 سنه اللي هي الفئه العمريه الاكثر تعرضا للقصه دي هتاخد، او يعني تاخد 1000 انترناشونال يونت. طب ولو في الشتاء ما فيش شمس كفايه ممكن 2000، بس الحد الاقصى 4000. يعني الواحد ياخد 1000 في الصيف وحده، ممكن يزودها الى 2000 وحده في الشتاء، والحد الاقصى 4000. ولكن انا عارف في ناس بيسمعوني من الزملاء، فبقول طبعا في يعني حاجات كتيره، ابحاث كتيره بتقول ان مش هيحصل تسمم فيتامين دي عند 4000، ده لازم عشان يحصل تسمم تاخد 40000 وحده لمده عده شهور. انا عارف، بس خلينا ناخد بالاحوط كعادتنا. انا محتاج 1000 ل 2000، 1000 هتحسن النقص في 50% من الناس اللي عندهم النقص، 2000 في معظم الناس. يعني لو واحد عنده نقص وخد 1000 اللي هي الجرعه العاديه حتى اللي ما عندوش نقص كلنا هناخد 1000. طب اللي عنده نقص ال1000 دي هتحسن 50% وال2000 يحسن معظم الناس، بس ما تاخدش اكتر من 4000، زودش عن 4000. طب لو طفل رضيع مثلا في اول سنه من عمره نص الكميه دي، طب ولو فوق 70 سنه الناس كبار محتاجين اكتر مره ونص الكميه دي، اظن سهله. يبقى 1000 هو الرقم اللي كلنا افتكرناه، نصها للرضيع في اول سنه اللي فوق سن 70 ممكن ياخد مره ونص، ياخد 1500. وطبعا الكلام ده بتكلم على الشتاء، لو ما يعني على الصيف اسف، في الشتاء حيث ما فيش شمس يبقى لازم نزودها للضعف. يبقى في الشتاء بناخد 2000، في الصيف ناخد 1000، في الشتاء ما فيش شمس كفايه ممكن ناخد 2000، الرضيع ياخد 500، الراجل فوق سن 80 ياخد مره ونص، وما نزودش عن 4000 انترناشونال يونت. ده هنا. طيب قلت ان فيتامين دي ده هو المكمل الغذائي الوحيد اللي بتنصح بيه كل الهيئات العلميه المعتبره. طب نيجي بقى القضيه بتاعت فيتامين سي، كل الناس يتصلوا بيها فيتامين سي والزنك. واحد، اولا فيتامين سي ده موجود بكثره جدا في الاكل، مفيش حاجه اسمها الواحد بياكل اكل طبيعي يبقى عنده نقص فيتامين سي. فيتامين سي ده اكتشفوا نقصه في البحاره زمان اللي كانوا بياخدوا معاهم معلبات وحصل عندهم مرض الاسكربوت، قصه مش قصتنا خالص، حاجه للتاريخ. طيب زياده فيتامين سي بقى اللي كل الناس في دلوقتي في بلادنا العربيه بياخدوا فيتامين سي، الكلام بقى الموثق، مش عاوز الطب الشعبوي، كلام محترم لازم نقوله. الناس اللي بتاخد فيتامين سي، زياده فيتامين سي لن يقلل من معدل الاصابه بالعدوى التنفسيه برد انفلونزا كوفيد 19، مش هيقلل معدلاتها ولا يقلل من خطورتها. انما عشان نبقى محقين تماما، دراسه واحده بس قالت ان الواحد لو خد فيتامين سي هيقلل مده التعافي او التشافي 8% في البالغين و14% في الاطفال. 8% من مده، بدل مثلا ما ابقى اعيا 8 ايام بدا تبقوا 7 مثلا. ايه قيمتها دي؟
فعش كده فيتامين سي انت بتاخده في الاكل، ومثل الزنك على فكرة. فالحاجة اللي طالعة موضة دلوقتي الناس عمالة تاخد فيتامين سي وزنك، فيتامين سي وزنك، هذا طب شعبوي، ما فيش علاقة واضحة بانك تاخد كميات كبيرة مع انك تنقص الكوفيد 19. قلت ده لن يقلل من معدلات ولا من خطورة الإصابة بأي عدوى تنفسية، برد وإنفلونزا وكوفيد 19. في حالة البرد دراسة واحدة بتقول هتنقص مدة التعافي 8% لو كنت أضلت و 14% لو كنت طفل. فبليز ركزوا على فيتامين دي، فيت ثم فيتامين دي ثم فيتامين دي ثم مفيش. طب هتقول لي يعني طب انا لو خدت فيتامين سي والزنك هيحصل لي حاجة؟ يا سيدي مش هيحصل لك، مش هيتضر، بس بتضيع وقتك. المكمل هقولها تاني، الغذاء الوحيد الذي تنصح به كل الهيئات العلمية المعتبرة بما فيها منظمة الصحة العالمية هو فيتامين دي. 1000 انترناشنال يونت في الصيف للناس ما بين 10 و70 سنة، تزودهم الى 2000 في الشتاء. في الطفل رضيع نص كمية، في اللي فوق سن 70 ياخد مرة ونص كمية، ما تتخطاش 4000 انترناشنال يونت من فيتامين دي. لا يوجد مكمل غذائي واحد في العالم ينصح به غير فيتامين دي، خاصة في هذه الأونة. نيجي بقى أخبار الأمصال. واحد بيقول لي أخبار الأمصال إيه؟ أنا قلت إن في 71 هيئة بتقوم في البحث عن الأمصال، وإن أسرع مصل اتعمل في الدنيا هو المصل بتاع الغدة النكافية المامبس، ده اتعمل في 4 سنين. لكن بسبب التقدم في التكنولوجي والسباق التاريخي فأنا متصور إنه هيحصل، هنوصل لمصل في مدة أقل من ذلك. في 3 أمصال أنا مراقبهم دلوقتي وتستحق الإشادة. عندي خبر سيء وخبر حسن. واحد قال لي ابتدي بالسيء، إن مصل أكسفورد بتاع إنجلترا واللي كان ده الأسرع واللي كنا متوقعينه ومستنينه واللي قلنا هيعلن عن نتائجي في يونيو اللي احنا فيه، أنا هستبق الأحداث وأقول لكم النتائج بتاعته، غير مبشرة. ليه؟ جابوا 6 قرود وادهم جرعتين من الفاكسين بتاع أكسفورد، خلاص؟ وبعدين ادوهم الفيروس، الستة أصابوا بالتهاب رئوي. طبعا شدة الإصابة أقل من القرود اللي ما خدتش، بس جالهم التهاب رئوي، يعني ما عملش يعني حماية كافية أو معتبرة. فدي دي نتيجة سيئة لأكسفورد بتاع إنجلترا. وما زالوا برغم ذلك بيحاولوا على 35,000 من البشر في المرحلة الثالثة، آملين أن يمكن نتيجة في البشر تختلف عنها في القردة لاختلاف الجينات، وإن كنت أتمنى أن يكون ذلك صحيحا ولكني في ذات الوقت لا أعتقد. فالأكسفورد فاكسين لسوء الحظ نتيجة مخيبة للأمل. لكن ده قلت الايه الخبر الوحش. طب في الخبر الحلو، ان انا قلت ان الفاكسينين التانيين بيستخدموا تكنولوجيا مختلفة وده بيزيد من احتمال النجاح. وتعالى بقى سوف ازف لكم الخبر الصار، المصل بتاع امريكا واللي بيجربوه في بوسطن دلوقتي، النتائج رائعة. 35 قرد 25 ادوهم جرعتين من الفاكسين زي بتوع انجلترا بيدوا جرعتين من الفاكسين، 25. وايه بقى ظهر امريكا برضو عندها شويه تقدم، انما مش عاملين فاكسين واحد، ده عاملين 6 فاكسينات، يعني بيجربوا في ان واحد 6 فاكسينات مش فاكسين واحد. حتى واحد فيهم انا استغربت من الدي ان ايه، بينما الفيروس زي ما قلنا من الار ان ايه. 25 قرد ادوهم فاكسينات 6 فاكسينات مختلفه، وعشر قروب ما ادوهمش فاكسينات خالص. وبعدين كلهم عرضوهم للفيروس كوفيد 19، فيروس كورونا. نتيجة شيء رائع، 8 قرود ما جالهمش خالص أي إصابة، ونسبة الأجسام المضادة في دمائهم تماثل تماما المريض اللي جاله إصابة. يعني المصل عمل حماية كاملة في 8 قرود. فاحنا بقى نركز على الامصال اللي خدتها الثمان قرود دي، لان احنا قلنا مش كلهم خدوا نفس نوع المصل. الباقيين بقى اللي هم ال 17 اللي فاضلين من ال 25 دول
يعني جالهم أعراض بس أعراض طفيفة. وطبعا العشرة الباقيين اللي ما خدوش أي أمصال جالهم أعراض التهاب رئوي جامد. يبقى جربوا تجربة على 35 قرد، 10 ما ادوهمش أمصال جالهم التهاب رئوي، 25 ادولهم 6 أمصال مختلفة منهم واحد دي ان ايه، 8 من 25 قرد ارتفعت نسبة الأجسام المضادة زي الشخص اللي أصاب ولم يصابوا بأي عدوى بأي التهاب. يبقى ده غالبا الأمصال اللي هيمشوا فيها ويستخدموها، و17 قرد جالهم عدوى خفيفة. يبقى الفشل اللي حدث في أكسفورد في إنجلترا قابله نجاح رهيب في أمريكا في بوسطن. فده الخبر الجاي. ده مش كده وبس، وتعلمنا من التجربة دي إن أنا لو قست كمية الأجسام المضادة في دمك أقدر أعرف مدى الحماية اللي عندك ومدى عدم القابلية لإنك يجي لك المرض. لأنه قلنا في 8 و17، 8 ما جالهمش خالص و17 جالهم أخف، يبقى الأمصال بتختلف وهنركز على الأمصال الأقوى، وتبعا لأنهي أمصال عملت نسبة أعلى من الأجسام المضادة. ففادتنا حاجة تاني بقياس الأجسام المضادة في البشر، ممكن نعرف درجة الحماية. طيب آخر مصل هو المصل بتاع الصين، وأتصور أيضا هو جيد ليه برضو لسبب تاني، لأن كندا مشتركة معهم وكندا مدققة جدا في أي حاجة. ده بيعملوا معهد بكين للتكنولوجيا في الحيوية، معمل بكين للتكنولوجيا الحيوية. ده أولا ثبت أن المصل ده آمن جدا، لسه الوقت بيختبروا اختبار الفعالية على بشر في الصين وبشر في كندا. واتفقت كندا أنه إذا نجح المصل وبإذن الله يبقى ناجح كما بتاع أمريكا، أنه هيتم إنتاجه في الصين وفي مونتريال مع بعض. دي هي الأخبار الأمصال، وأنا عارف دي الأخبار اللي نستناها، لأنه ده الأمل. نحن ما نستناش مناعة القطيع اللي قد تأخذ عامين أو ثلاثة، احنا نفسنا في أمصال. والأمصال دي على فكرة قلنا كلها بإذن الله قبل بدء عام 2021، يعني في نهاية العام ده هتبقى عندنا مصلين معتبرين جدا بتاع أمريكا، وقلنا في 8 قردة ما حصل لهمش حاجة خالص، ياريت بقى يركزوا على دول. والصين نتائج برضو مبشرة. وفي النهاية أشكركم لحسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي مجددا مع حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، أستودعكم الله وأسأل الله لكم دوام الصحة وزوال الغمة، وأشكركم شكرا جزيلا.